سمعتي اختي فاطمه؟ نعم اخويا. باغي مسكين غير يصلي، قال لي ما كاينش فلاليس، باغي يعبد سيدي ربي. السيد الله يرحمه. الله يرحمه. باغي يعبد سيدي، قال لي انت ما كاينش فلاليس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. غادي يكذب عليك، شحال كيكذب عليك؟ انا كنكذب والله الا كيكذب عليك. يا ما تيق وما تيق، علاش كون حنا؟ شنو النفس اللي كيكذب كلشي؟ علاش؟ يكذب عليك. شنو هي زعما 4 القنوات عموما اللي كتقول؟ شنو هي زعما؟ نفس بيدق الورق، نفس العملية نفسه. ما عندوش حق صاحبي يمنعونا. وشحيف؟ عندك هذيك، هذيك راه في الصباح هذيك. يا رب والله ما شاء الله. واحمد ماشي معقولة. سي أحمد وما يجريوش بيك. راه باش ما يجريوش بيك. عارفين من المنع ديالنا راه عايدت من المنع. علاش طلشوا شحال من واحد داخل تما؟ لا بانوا كادو حيت معروفين. خصك لا تدخل الكنازه تكون الكنازه تكون سميتك كاين. اه سميتك. وهذا الشيء زعما صراحة ما طنزانيا جات من وراهم وسبقاتهم في الإعلام. حنا الان كنتواجدوا بقلب مقبره الشهداء في هذه لحظات وصول. سلام استاذ بخير. وصول وجوه سياسيه بارزه الى مقبره الشهداء من اجل حضور جنازه الراحل اخر وجه من وجوه المقاومه ضد الاستعمار. محمد بن سعيد أي تيدار في هذه اللحظات كتشوفوا معنا المنع ديال الصحفيين من ولوج. واشو شحال من واحد دخلها صاحبي وحلته في 4 الصحفيين؟ 4 الصحفيين وحلته فيه. غادي نعمروا المقبرة يمكن. واش هاد الصحفيين هما اللي غيعمروا المقبرة ولا شنو؟ غتجريو على ناكر وممكن. واش هاد 4 الصحفيين هما اللي غادي يعمروا المقبرة؟ واش 4 الصحفيين غيعمروا المقبرة؟ يلا قولوا لي. انا واقفه انا حتى البرياج واقفين كاين. نعم واقفين. لا دخلنا لا مور البرياج دخلنا صغيره البرياج لا مور البرياج. الله يخليك. حنا واقفين هنايا راه واقفين عادي. النظام الله يرحمه.
اجي فاطمة الزهراء النظام حنا منظمين مزيان وراه قلتي النظام شناهي ما منظمين ما قلتي النظام شنو عشتو على المشكل شنو هنا ولا هنا شنو واش دخلت راه تحكم علينا دخلت ما دخلتش معاكم ما دخلتش اصاحبي ما جيتي ديروا لنا داك ما دخلناش واش غادي نقول الهضره راه بحالنا ولا هنا راه بحالنا ما عرفت حنا ما غاديش ندير لي والو كاع حنا ضرب على الصحفيين غادي يعمروا المقبره خلوكم غير شويه اليس كذلك حنا وانا ما عندنا ما نديروا بكل حتى الاخر ما عندنا ما نديروا بكم حتى شي حاجه اليس كذلك اليس كذلك ما تقتيش شنو شنو تاعنا والله ماشي واش ماشي واش بغينا نفهموا انا راه كنديروا غير التعليمات الاخيره وقدرنا مع واحد السيد جاب قال لك لا راه غندخل صاحبي انا غادي نقول كنتسناو على مولانا والله اختي الا بغيناهم يدخلوا لي يدخلوا لي هادو كلهم مناضلين هلا تفهموا هذا هو المفاهيم اللي كل الوالدين تعاونوا معايا الله يسلمك